السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، تحية لكم، تحية لجميع المشتركين والمتابعين قناة تاع السي مضاير. كنحييكم، كنتواجدوا اليوم هذه اللحظة الحين تاع السبتيين، وكي كيقولوا المراكشيين حوم وليدات سبتيين ديما نقيين. وراه في هذه الحومة كنعرفوا واحد خونا وحبيبنا وعزيز عنا وعزيز عليكم حتى انتوما، هو خويا الشعرية. خويا الشعرية السلام عليكم. عليكم السلام، كي داير الحبيب؟ الله يلا بخير، لاباس عليك؟ صحتك. شحال هادي ما شفتك اخويا؟ فين غابر؟ فين يقول لي فين غابر؟ انت يا خويا، وما انا راه موجود هي في مراكش. انا والله الا موجود. واش عمك عيطتي لي وما جيتش؟ ولكن اخويا راه بعد خطره تتغفلني وتتمشي لهذيك فرنسا. والله يرحم والدين ربي نطلبك شحال من مره. نعم. معنا وجهي خايب. زيد. بغيت ندير واحد هذيك عمليه التجميل اللي تيديروا. زعما ديرها لي على حسابك فرنسا، راه الوقت ولا تعطيه للناس الزينين. مرحبا. هما انا خايب محال اخويا. مرحبا والله يا عبدك الحاج، والله العظيم الا هاد الوقت اللي بندوس عليها الله يسر عليك. شوف. انت غادي لفرنسا اديني ندير التجميل، راني خايب. باش مزيان ونولي تنعجب. ولكن بلاتي. علاش بديت دير التجميل؟ اشنو اللي واش وجهك، فمك، عينيك، ودنيك، اش؟ بديت تشفط، بديت تزيد، اش بديت دير؟ الحنوك يزيدوا شويه. زيد. والعينين ثاني يوليو مالحين. شي لوين. شي لوين. والمنيخير حتى هو يكون على قدو. زيد. والفوين حتى هو قد لي شي سنين ثاني على حساب تركيا. زيد. الله يسر عليك. وداك الشيء يكون يا سلام، وبيت مزيان وبيولي الفلوس تيدخلوا. هما دروكا اللي شافني تيقول زيد. ولكن بلاتي. نعم. دابا هذا الشيء تتقول لي الله يرحم ليك الوالدين. بديت تولي مصلوح. مصلوح؟ الا بغيتي تولي زوين. وانت في المدينه. نعم اسيدي. ورا الله يجيب السلامه. هاويري الهضره في راسك. سكوت سكوت. لا وبلادي. وديما تجلس مع الشريف. الشريف. وتجلس مع بسيسه. الصناعيه. الصناعيه. شوف. الدراري ديال اللي تياكلوا الغنمي. ياك اللهم يبقى خايب اخويا. تجيب عليا الحل. الله يرحم الوالدين. لا شوف والله، شوف والله اخو مصطفى. نعم. راه لا زين لا زين الفعل. اقسم بالله الجالي راه تلقاه زوين وما عاد كاع كيف داير. والقلب كحل. وكتلقاه كحل وخايب، ولكن القلب زوين. واش انت راك اكبر مني؟ هو اكبر منك. واش هذا الشيء عشتيه؟ تجارب الحياه ديالك. شتو راني تيحسناني غير بهذا الشيء. الله يرحم لك الوالدين. الله يهدي ما خلق. لا اله الا الله. حنا تنضحكوا ما لا زين لا زين فعل. دابا يا بلاتي بيني وبيك انت اخويا الشعريه، علاش الناس تيحبوك؟ تيحبوني داك الشيء من عند الله تعالى. القبول من عند الله. واش بقات في عينيك خضرين؟ ولا عندك السوالف؟ لا. ولا داك الشيء القبول من عند الله. الله يرحم ليك الوالدين. والله انا ما عرفتش انا تندير حتى حاجه اللي تنقول هي هذيك، المهم الناس قبلوني وانا غادي معاهم. هذا الشيء اللي والله يا سيدي الا محبوب وكيبغيوك الناس. انا بعدا والله انا كتعرفني، انا راه من المتابعين ديالك. لا في انستغرام ولا في تيك توك ولا دابا بلاتي ياك كي وقفت وانا نقول لك اخر فيديو درتيه. اخر فيديو قلتها لك. دير به الزهلمه. هذا الشيء اللي كاين. وفين غادي دابا بسطو؟ شويه لكن مع الحاج تنحشم شويه. لا باين الحياه على وجهه طراح. دابا فين غادي يا سي مصطفى؟ غادي يا سيدي علموني شي ناس، غادي لواحد العرس. اييه بغينا نديرو في الثقه المراكشيه ونوصلو الناس ونحطوهم ونجيبو هذيك البركه لوليداتنا. هادشي اللي عطى صدر الله يسر لي. وحق الله. الله يسر. ناكلو ما نشربو ونعسو هانين. الله يسر. يقبلو عندنا الناس. الله يسر لي. ما بغينا حنا نديرو والو. انت لو لقينا غير هاد الوجه بحال سيد الحاج. الله يحفظك. تشجعنا وتيكرمنا وداكشي. الله يكبر بك. ولكن شوف. نعم. اشحال هادي ما سمعت شي ميزان. الله يلا بغيت نمشي دابا عند عبد الله. واش مومو هذاك اللي تيبان لنا من ليه؟ شوف بغينا نمشيو دابا عند عبد الرحيم، بغيت نقول له الله يلا ماشي ميزان. الله يرحم ليه الوالدين. دابا هذا ميزان بخاطر سي مضاير. هكا هو. هذا